بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدينا وصفة رائعة جدا بمكونات طبيعية، وكل واحدة حسب استجابتها للوصفات بظهور النتيجة. هنالك من تظهر لها النتائج بسرعة، وهنالك من تأخذ لها نتائج الوصفات عدة أيام أو شهور لظهور النتائج. طبعا دائما الحالة النفسية تلعب دور هام وكبير في ظهور النتائج، نتائج الوصفات، خاصة نتائج الخطوط الرفيعة والتجاعيد تظهر بسرعة. لدينا هنا الوصفة مكونة من الردة أو النخالة. يمكن تعويض الردة أو النخالة بالشوفان، وهذه طبعا نخالة القمح، يمكنك تعويضها بنخالة الشعير. قلت كما يمكن استخدام كذلك الشوفان في هذه الوصفة، كذلك هو رائع جدا. هذه هي النخالة، ونحتاج كذلك لماء الأرز المخمر. ماء الأرز المخمر هنا نأخذ ملعقة طعام كبيرة من أي نوع من الأرز المتواجد عندك في مطبخك، ملعقة طعام واحدة. نقوم بغسلها جيدا، نضعها في برطمان زجاجي أو أي طبق من زجاج عندك، ونضع عليها 10 ملاعق طعام كبيرة من الماء المغلي، يكون ماء مغلي، ثم نضعها في خزانة المطبخ ونغلق على البرطمان أو الإناء الزجاجي، ونتركها لتتخمر لمدة 2 يومين كاملين إلى أن يتخمر كل الأرز. بهذه الطريقة نشتم رائحة تخمر الأرز ونستخدمه في هذه الوصفة. طريقة عمل الوصفة، نأخذ ملعقة طعام كبيرة قلت من النخالة، وآخر الفيديو إن شاء الله سأذكر الفوائد، ونضيف 2 ملاعق طعام كبيرة من ماء الأرز. ثم نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى الحصول على ماسك يسهل تطبيقه على بشرة الوجه. ولكن قبل تطبيق هذا الماسك نتركه إلى أن يرتاح لمدة نصف ساعة. الماسك يجب أن يرتاح حتى تتكون لدينا عجينة من النخالة. قلت يمكن استخدام الشوفان هنا بطحنه على شكل ناعم واستخدامه، لا مانع في ذلك. وعلى بشرة نظيفة يجب أولا تنظيف البشرة بالغسول المناسب أو أي نوع غسول من أنواع الغسول الموجودة في القناة، وأنصح بغسول شامبو الأطفال إذا كانت بشرتك لا تعاني من حبوب أو أي آثار للحبوب. إذا كانت البشرة بها حبوب أنصح بغسول الصدر، رائع جدا. نقوم بتوزيعه على البشرة بأي وقت تكونين فيه مرتاحة. يفضل أن يكون التوزيع باليد، لأن النخالة هنا نوزعها بهذا الشكل أفضل من الفرشاة، هي عبارة عن حبيبات رائعة جدا، وعلى كامل بشرة الوجه حتى على منطقة الهالات، رائع جدا هذا الماسك. نوزع جيدا، وكذلك على الجفون، رائع جدا على منطقة الجفون، يشد الجفون، وحول الحاجب هنا منطقة، إذا كانت هنالك خطوط هنا في هذه المنطقة، وعلى الجبين كذلك. نتركه إلى أن يجف تماما لحوالي نصف ساعة، وبعدها نقوم بعمل تقشير للبشرة بحركات دائرية. نقوم بتقشير البشرة جيدا
خاصة الأماكن المتواجد بها الرؤوس السوداء وإن كانت هنالك قشور على البشرة، وبعدها نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر ثم الماء البارد لغلق المسامات، ونقوم بترطيب البشرة بأي نوع مرطب مناسب لبشرتك. هنا دور النخالة رائع جدا. بالنسبة لنخالة القمح، إذا استخدمت نخالة القمح تعمل على ترطيب البشرة خاصة الجافة، تقلل من ظهور حب الشباب لأنها تحتوي على فيتامينات، وكذلك تحارب التجاعيد لأنها تعتبر مصدر جيد للمعادن، وكذلك هي تلعب دورا حيويا في إزالة البقع الداكنة والتصبغات والنمش وحتى الكلف. كذلك تعطي نقاء للبشرة لأن النخالة تحتوي على مغنيسيوم، وكذلك رائعة جدا لتخفيف وإزالة الهالات السوداء تحت العين. رائعة جدا هنا النخالة. كذلك إذا استخدمت نخالة الشعير رائعة جدا نخالة الشعير في هذه الوصفة، لا مانع من استخدامها لأنها تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة، وكذلك ترطب جميع أنواع البشرة حتى الحساسة منها، وكذلك تعمل على تقشير البشرة، تزيل الخلايا الميتة إذا كانت هنالك، طبعا إذا كان ملمس البشرة خشن فنخالة الشعير تعطي مظهرا صحيا وحيويا ونضارة للبشرة. كذلك تنظف وتغلق المسامات الواسعة في البشرة وتزيل الرؤوس السوداء خاصة في منطقة الذقن والأنف. كذلك تعمل على تنعيم البشرة وتحمي لك البشرة من آثار حروق الشمس الناتجة عن الأشعة الفوق بنفسجية. كذلك بالنسبة لنخالة الشعير إذا استخدمتيها في هذه الوصفة، كذلك تمنع نمو الشعر الخفيف على الوجه، وكذلك هي رائعة جدا لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة، ورائعة جدا وتناسب لجميع أنواع البشرة. هذا الماسك يكون استخدامه بشكل يومي مدة أسبوع كامل، نستخدمه يوميا، وفي الأسبوع الثاني نستخدمها هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، ونستمر على استخدامها لمرة واحدة في الأسبوع بعد الاستخدام اليومي لأول أسبوع إن شاء الله تكون واضحة. آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 10 سنوات وحتى الرجال يمكنهم استخدامها. صلاحية هذه الوصفة أسبوع كامل في الثلاجة في برطمان معقم. وكذلك بالنسبة لماء الأرز المخمر يمكن الاحتفاظ به في قوالب الثلج وفي المجمد واستخدامه في هذه الوصفة. فماء الأرز المخمر رائع ولا يقدر بثمن، وهو غير مكلف سهل التحضير، وهو أفضل من سيروم التبييض التجاري لأنه يفتح البشرة في هذه الوصفة، وكذلك يزيل البقع الداكنة، ورائع جدا لإزالة التجاعيد وخطوط التقدم في السن، لأن ماء الأرز المخمر يحتوي على مضادات أكسدة رائعة جدا تزيل التجاعيد وتشفي من حب الشباب وآثار حب الشباب، وكذلك تصغر حجم المسامات. كما يمكنك استخدام فقط ماء الأرز المخمر في حال عدم تواجد نخالة الشعير أو الردة أو نخالة القمح أو حتى الشوفان، يمكن استخدام فقط ماء الأرز المخمر. كما يعتبر كتونر للبشرة، وهو من أفضل أنواع التونر لجميع أنواع البشرة لأنه يقوم بشد بشرتك، وستلاحظين هذا من أول استخدام، ينعمها ويجعلها نضرة، وكذلك يعالج حب الشباب، ممتاز لعلاج حب الشباب. فقط نغمس قطن في ماء الأرز المخمر ونمسح به البشرة ليلا قبل النوم.
وهو رائع جدا لتفتيح البشرة. ممتاز مع الأرز المخمر. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.